تعالوا بقى نروح لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم اللي أعلنت فوز السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج للموسم المنصرم حسب التصويت الجماهيري للرابطة. حصل ساديو ماني على أكبر نسبة من أصوات الجماهير 41% متفوقا على الدولي البلجيكي كيفن اللي حصل على 27% نجم مانشستر سيتي، وأيضا تلاهم في المركز الثالث على طول المدافع ليفربول ترينت ألكساندر أرنولد اللي حصل على 17%، بينما للأسف الشديد لم يدخل ضمن قائمة المرشحين الدولي المصري محمد صلاح لأن رصيده كان 19 هدف إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة. كنا طبعا نتمنى حصوله هو على هذا اللقب وهذه جائزة، ولكن يلا قدر الله ما شاء فعل. يعني أكيد طبعا إحنا كمصريين كنا نتمنى كده، بس ماني برضو خلي بالك يعني قوي من اللاعبين التقال جدا طبعاً. أكيد